تلاول أول مرة بدون منافس وبدون مشاركة مع أي حد، بدون مباراة مؤجلة، بدون كل ده، لأول مرة رسميا الآن الأهلي يتصدر الدوري. مباراة كنا الفرق اللي زي دي يا كابتن إسلام تبقى رزلة. رزلة إيه يعني؟ بمعنى الكورة إن الفرق اللي هي بدون هدف بعد ما بيخش فيها الجول، وإحنا قلنا كده بعد ما دخل فيهم الجول وبقى كان النتيجة 1-0، النتيجة أصبحت معلقة، ما بقتش عارف هم إيه، لأن هم كل واحد فيهم أصبح بيلعب لوحده بطريقته، بيهاجموا بأربعة وبيهاجموا بخمسة، حاجة كده يعني بيتقال عليها زمان يقول لك زي هوجة عرابي، الناس بتهاجم كده كلهم على بعضهم، ما أنتش عارف، ما لهمش نظام، يعني ما تحس إن هم يعني فرقة بتنظم. طول ما كانت النتيجة 0-0 لكن أول ما 1-0 شفنا عامل زي، وشكلت خطورة على النادي الأهلي، شكلت خطورة. لكن رمضان بقى طبعا بمناسبه شهر رمضان، فقال لك لازم ان انا نقول الناس كل سنه طيبين، نقول لهم كل سنه طيبين، يعني مش ممكن يبقى رمضان داخل على ابواب، واعلن شهر رمضان ان شاء الله بكره، نقول لكم كل سنه طيبين كلكم، لازم الامه الاسلاميه والامه العربيه وكل اخواننا، ان شاء الله باذن الله يكون شهر كريم وشهر مبارك علينا، شهر مبارك على النادي الاهلي في بدايته، ان رمضان برضه بيحتفل بيه. و 2-0 يمكن زي نتيجة الدور الأول برضو كانت 2-0، لكن هذه المباراة ما حدش زي ما توقعنا ما كانتش سهلة طبعا، احنا قلنا مش سهلة وانت قلت مش سهلة، وامبارح في الاستوديو كنت بتقول مش سهلة، لأن المباريات اللي لو فرقة كبيرة وبتنظمك وبتلعب كده تقدر تلعب عليها، لكن انت هنا ما بتلعبش على حاجة، انت بتلاقي 3-4 بيهاجموا، 5 مش عارف بتروح فين، لحظة بتلاقي 7-8 مهاجمينك وانت بتعمل هجمات مرتدة. كم الفرص اللي ضيعها النادي الاهلي النهارده كان ممكن النتيجه توصل 7-8 يعني بدون عدد، يعني لو قلنا لو سمير المخرج جاب لنا هذه الفرص الكتير دي كلها كانت النتيجه وصلت لايه، لكن نقول الحمد لله مروفقه واحنا قادمين، وبنكرر وبؤكد على كلامك المباراه القادمه هي سموحه، يبقى عندنا سموحه لان عندنا الدوري، عندنا 3-4 مباريات قادرين ان احنا ان شاء الله باذن الله ننهيهم بهذه الروح إن شاء الله. خلينا نروح.